بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو دعاء السجود أخي الحبيب؟ كثير منا يصلي وربما لا ينتبه أن هناك دعاء حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده، وهذا الدعاء هو إقرار منك بنعمة الله عليك. ونحن نعلم من قوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت حتى تؤدي شكر هذه النعمة لابد أن تسبح الله وأن تذكر نعمة الله الذي خلقك وخلق لك هذا الوجه الذي مكنك من السجود وخلق لك السمع والبصر. فشكر النعمة يؤدي إلى زيادة النعم، الحفاظ عليها وزيادتها، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولكن الشكر هنا له صيغ متعددة، من هذه الصيغ دعاء السجود. نريد أن يعني نقرأ دعاء السجود معا، نحفظه الآن مع بعض ونتأمل معنى هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا الدعاء في سجوده. العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، إذن هذا دعاء مهم. يعني أنت الآن في حالة السجود أنت قريب جدا من الله، فتستطيع أن تطلب ما تشاء، تستطيع أن تدعو. فهذا الدعاء هو اعتراف منك بنعم الله عليك. ما هو هذا الدعاء؟ احفظ معي أخي الحبيب: سجد وجهي للذي صوره وشق سمعه وبصره بغير حول مني ولا قوة. دعاء سهل جدا، أنت تعترف وتقر أن وجهك هذا لم يسجد نفاقا لأحد، ولم يسجد كعادة تعودتها مثل كثير من الناس، بل سجد شكرا لله الذي خلقه. سجد وجهي للذي خلقه. إذن أول قضية، أنت هنا أيقنت أن وجهك هذا خلقه الله، وبما أن الله هو الذي خلقه فلا يسجد إلا لله عز وجل، ولا يذل إلا لله. وهنا طبعا يأخذنا هذا الدعاء إلى قضية أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهنا ينبغي عليك وأنت تقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره أن تعلم أنك تسجد لرب كريم، رب رحيم، رؤوف، رزاق. هذا الإله العظيم هو القادر أن يحقق لك كل ما تريد، وبالتالي تزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى. سجد وجهي للذي خلقه، أو سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. هنا لدينا روايات: بغير حول مني ولا قوة، تعترف بضعفك، أو تقول بحوله وقوته، أي أن هذا السمع وهذا البصر هو بقدرة الله وبقوته وبمشيئته، وهو الذي أعطاني هذه الصورة، وهو الذي قدر لي هذا السجود. فهنا أخي الحبيب يعني الإنسان تعجز الكلمات أمام إله عظيم. ماذا تقول؟ أنت الآن في أقرب موقع من الله عز وجل في حالة السجود، وأنت في حالة ذل وانكسار أمام الملك سبحانه وتعالى، وتعترف بأن الذي خلقك هو الله، وأن الذي شق سمعك وبصرك هو الله، وأن الحول والقوة أي التغيير والتحول بيد الله، والقوة بيد الله أيضاً.
فإذا أنت هنا ترتاح نفسيا. إذا كان عندك هموم ترتاح تضعها بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا كان عندك مشكلة لا تجد لها حلا تضعها بين يدي الله الملك القوي العزيز الكريم الذي لا يرد سائلا. وبعد هذا الدعاء تستطيع أن تدعو أيضا بما شئت. ومن الأدعية الرائعة جدا التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام والتي تجمع لك خيري الدنيا والآخرة: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني. أول شيء انظر أخي الحبيب، تبدأ بطلب المغفرة، أن يعفو عنك الله هذه الذنوب، لتطلب بعد ذلك الرحمة، تطلب الرزق، تطلب الشفاء، تطلب الهداية من الله. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، تطلب الصحة والمعافاة. في حالة السجود أخي الحبيب صدقني، إذا استيقنت وأنت ساجد، وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا وبخاصة في صلاة الليل ما يطيل سجوده. نحن الآن ننقر نقرا، وعندما ننتهي من الصلاة نشعر براحة، بالعكس راحة النبي كانت في الصلاة وهو ساجد، فكان يطيل السجود كثيرا، حتى لدرجة أن أحيانا بعض الصحابة بعض أمهات المؤمنين يعني كانوا يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام قضي أجله من كثرة ما يطيل السجود. فإذا لا تسجد وترفع هكذا، بل أسجد سجودا وهذا فيه فائدة أيضا، لأن الدم ينزل هنا إلى الدماغ. نحن نعلم أن الدم يتبع الجاذبية، فبما أن دماغك مرفوع دائما فوصول الدم للدماغ يكون بشكل عادي، ولكن يزداد وينشط عندما تسجد، لأن الوجه يصبح على الأرض بمستوى القدمين، وبالتالي فإن الدم يتدفق نحو الدماغ، وهذه العملية تنشط الدماغ، هذه العملية تنشط الدماغ كثيرا. وهذه فيها فائدة طبعا. طبعا هناك بعض الأقوال تقول إن الشحنات السلبية تفرغ أثناء السجود، هذا لا دليل علمي عليه أيها الأحبة، ولكن السجود مريح جدا، لأنك عندما تنشط هذا الدماغ من خلال تدفق الدم بنسبة أكبر له، وعندما تكون في حالة خشوع وتأمل وتدبر، وهذا أيضا ينشط خلايا الدماغ وبخاصة منطقة الناصية، فإن هذا يساعدك أكثر على الشفاء والإبداع واتخاذ القرار السليم. تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع وأهمية الناصية والخشوع في اتخاذ القرار السليم، يسمونه التأمل. نحن لدينا في الإسلام الخشوع. الخشوع طبعا هو من أروع العبادات، وهي شفاء أيضا بالنسبة، وكل الأنبياء مارسوا الخشوع على فكرة. الشيء الثاني أخي الحبيب، أنك عندما تتخيل نفسك، وأنا لا أحب كلمة تتخيل بل تستيقن، لأننا في الإسلام أمام إله حقيقي، إله موجود قريب منا، وقريب أكثر عندما نكون في حالة السجود. فنريد أن نستيقن أن الله موجود يتجلى عليك قريب منك جدا، هو معك، اطلب ما تشاء وأطل السجود. وكلما أطلت السجود وأكثرت من السجود تكن رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، عندما نصح ذلك الصحابي فقال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأنك كلما سجدت لله رفع الله درجتك عنده. بينما انظر إلى المتكبرين الذين لا تعرف جباههم السجود، هؤلاء قست قلوبهم، وهؤلاء مارسوا الظلم والكفر والتكبر.
والأذى للناس. لذلك نسأل الله ألا نكون منهم، وأن نكون من المتواضعين، من الخاشعين. الخشوع، كلمة الخشوع أخي الحبيب، فيها نوع من الذل، فيها نوع من التواضع، فيها نوع من الأناة والتأني. والذين يدخلون الجنة كما قال النبي لا يدخل الجنة متكبر، حتى في رواية من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خبر، من كبر، يعني حبة صغيرة، ذرة من كبر لا يدخل الجنة. فالجنة يدخلها المتواضعون الخاشعون، من تواضع لله رفعه الله. ولذلك السجود هو عبادة عز بالنسبة للمؤمن، يرفعه الله بها. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية ما مناسبتها؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين أذلاء. يعني أنت كنت تستكبر عن السجود لله في الدنيا، يوم القيامة ستكون ذليلا، ستكون صاغرا، تدخل جهنم داخرا والعياذ بالله. فأكثر ما ينجي الإنسان من عذاب النار كثرة السجود، وأكثر ما يقربك من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كثرة السجود. لذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين الراكعين الساجدين. وأعيد أذكر بهذا الدعاء، أرجو أن تحفظه الآن أخي الحبيب، لا تترك الدعاء وتمشي، احفظه وطبقه في أول صلاة تصليها مباشرة في كل السجود حتى يترسخ في دماغك. سجد وجهي للذي للذي خلقه، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.